맛있냐? 갈리 말해. فيديو راح يكون عن اكبر تحدي سويته في القناة، بس ما راح اكون وحدي، راح تكون معايا امي من قناة يامي يامي. ايش راح نسوي من تحدي؟ تبوكي. تبوكي بايش؟ تشيز. بالتشيز، اكبر صحن تبوكي بالتشيز. حبينا ان احنا نسوي التحدي مثل ما انتم طلبتوا مننا وطلبتوا من امي خاصة، فعشان كذا راح نسوي اكثر واكثر من تحديات. اذا حابين ان هذا النوع من الفيديوهات تحطوه بكومنت، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعار وتشتركوا في قناة امي على قناة يامي يامي عشان تعمل لكم تحديات مثل هذا الشيء. كمان لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الاشعار، تشتركوا بقناة تاسم وقناة نارين وقناة العائلة، بحط لكم في صندوق الوصف، احبكم مرة. يلا نبدأ الحين. رايحة اجيب الاغراض عشان التبوكي. بس انا ابغى اشتري من هنا اودينج. اودينج ودي السرقة. اودينج ودي السرقة. تشيز. تخيلوا هذا الشيز 2 كيلو، يعني بيكون احتفال كبير. زيت السمسم. تشيز ناخذه معنا. اوكي يلا. هنا عندنا المكونات حقت اكبر تبوكي تعمله، لكن التحدي ما راح يكون لاكبر تبوكي، راح يكون لاحر تبوكي. انا اشتريت احر تبوكي في السوق، واليوم التحدي العظيم امير اخونا الحمام. راح اموت راح اموت. حاطين سكر بني، كندان اللي هو الصوص الاسود، وهذا معزز النكهات، فلفل حار بودرة، وهذا الحار قد، وهذا هذا موجود. ليه كمان هذا؟ ليه؟ عشان هو لازم كذا، لازم كذا. امي شكلها الشيف الكوري يعمل كذا. اوهو. وهذا بصل لازم نقطع شوية، وهنا التبوكي، وهنا البيض، وهنا التشيز، وهنا الاودينج. والحين راح نقطع البصل بطريقتي. عارفه كيف اقطع؟ فانا اعتبر فاشله في المطبخ. مبروك، الله يبارك فيك. ان شاء الله لا حد الزوايا كذا. ايوه شوف كيف اقطع. قال لكم هذا، شوفوا امي لو جت تقطع بتعرفوا الفرق بين البنت كاول مره تمسك سكين والثاني والواحد اللي خلاص عنده خبره. ايوه اني تعلمتها في الشغل. وريهم الطريقة تاني للتقطيع. باقي كله. والثانية الطريقة الثانية للتقطيع، تقطعوه من هنا من الوسط. طبعا كل هذا بيتقطع، بس عشان في خيارات للتقطيع عشان الوقت، نبغى بس نوريكم الطريقتين بطريقة مختصرة. أنا ما أعرف الطريقة الثانية أصعب. لأنه أصغر من كذا. وسط. أصغر؟ وسط. وسط. كيف؟ ايوه وسط. اقطع هذا وسط اللي قطعتيه. طبعا انا الحين صحوة للكاميرا، لكن مرة قد خلاص يديني واسناني حتاكلها على طريقة تقطيع واسلوبة. اجي بعد وراء الكمان. نو كذا ما ينفع. قلنا تحدي امي اللي تسوي مو انا. مو انت اللي حبيتي تدمعي؟ لا لا ما في دم. ماما ماما قطعي. يلا يلا يلا.
شوفوا مام، مام انك تقطعين جيدا. قولي شكرا على مضحكي يا بنتي. شكرا يا فتاتي. والحين راح نسوي نقطع الاودينج اللي هو كيك السمك. ايوه كعكة السمك. كيكة كعكة كعكة السمك. ايوه كعكة السمك. اوه حتى يت 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 شو كيف نقطع من هنا من الوسط؟ نسوي مثلثات؟ ايوه. ولا شرايح؟ اتخيل ثنتين. وريهم الطريقة. تسوي هكذا اللي هو المثلث ال... نسوي كده. امي شكلك حلو. هذا الشكل لو قطعنا بهذا الشكل. اذا انتو حابين هذا الشكل او هذا الشكل حطوا. والحين حطوا في الزبدية. لا اسمه المقلاة. المقلاة. كل شيء راح نكوب بالكوتشوكارو. صبينا كله. الفلفل. الفلفل بودرة. وبعدين ملك الموت الكوتشوجان. فينها تروح اليوم. نحط السكر البني. السكر البني لما تحطه ما عنده حلاوة مرة، فعشان كذا ما يظهر حلاوته في الأكلة. وكمان كويس يعني، ما مو عشان صحي ولا ما صحي، بس ما يظهر حلاوة. كمان الكنجر. لازم انتو ما تحطوا ملح نهائيا في التبوكي، لانه في ناس تحط ملح بس ما. اه كمان هذا البصل. البصل مو اخر شيء؟ لا. البصل اول شيء قبل. الحين امي قاعده تستريح وتاكل حلا. كيف حلا قبل الاكل؟ المالح. انا ما احب التبوكي للاسف. هو انت تبغى تقتلينا، عشان كذا حطت تبوكي حار عشان نموت وتتخلص مننا وتاخذ فلوس بعدنا. التبوكي كانت في الحملة الفرنسية. فلوس تعوض بعدنا، تاخذ مننا فلوس تعويض. عرفت عرفت النية الشريرة. كان ما ضربت البنت حتى امي عندها نكات تافهة زي، عشان كذا نشبهها. رجعنا نظرة أمل. أنا فكرة دي أول مرة عملت تبوكي. طبعا اللي تعمله الشيف حقنا الصغير الكوري تعسهم. لكن إيش الشيء الجميل إنه الأكلات الكورية سهلة بسيطة سريعة التحضير. حتى في مطاعمهم يعني كل أكلة تركيبها 10 6 7 دقايق، بالذات لو بالذات انه هنا المصانع مو معقد. ايوه مو معقد. المصانع هنا توفر لك كل انواع اللي هو السوبات، المرق، مرق اللحمه، مرق العظام. الحين نحط البيض عليه عشان البيض ياخذ من طعمه. البيض اوريدي مسلوق معانا، بس لما يظل فيه ياخذ من طعمه كده. خليه لما ينصرف. ميزه هذا التبكي يقعد على نار هاديه اليوم بكله. الان نحط الاودينج. شكلنا راح نعزم الحارة كاملة على هذا التبوكي. أكيد مين بيخلصه في البيت؟ أنت أعطيت جارتنا هذه الحبوبة اللي تحتنا. عندنا واحدة صاحبة بقالة هرمني، بس طيبة يا شيخ، تقول إنها فعلاً هرمني حقتنا. فكل ما نسوي شيء يعني كيمشي أي شيء ونرسل لها، تنبسط تروح تجيب لنا كذا تفاح ومنزو كل الأشياء المعامل بقالة. هي بقالة خضروات وبنفس الوقت أشياء. اصلا احنا نشتري من عندها الاشياء حقت الكيمشي على التبوكي على كذا. بس ممكن عشان انه حار يمكن ما تاكل. يقول شكلهم ناويين يقضون علي. والله شوفي هي صراحه كوريه، فما في كوري ما ياكل حار، لا تقنعيني. اوكي لا تقولي لي ما في كوري. لا يا شيخه، الاولين كلهم ياكلوا حار.
يمكن الجدر، لأن أنا اشتغلت معهم كثير، كان من جد يحط الشطة فوق الشطة. الزنكات في ال MCG معزز MSG اسمه MSG. هذا مرة من جد حلو، حتى أنا أحطه في كل أكلات العربية. طعمه مرة يلين. اخترق من الفلفل. طعمه مرة يجن مرة. يا اخي ابدعنا. والحين دوبنا الشيز وراح نحطه على التبوكي. شوفوا. حار مرة الطاسة. لازم نشيله بقى. ده شعبه. شوفوا الباقي. لازم ننزله. وات. شوفوا. شوفوا الشيز. ويا النظر. تعرفوا اول مرة اسوي شيز بهذه الكمية. والله اول مرة. حس انه بطره. فطرنا بس عشان التحدي. وراح نجيب اول حاجه من هذا الشيز، من هذا الاكل. ليش بطره؟ ليش انت ما راح تاكلي؟ انا صاحبتي بناكله. ابا يلا امي عشان ما غص النداء. شوفوا حطوا بنفس الطاسه. سبحان الله حطوا بنفس الطاسه هذا الشيز. شوف واو بذوق مسكين. انا بذوق ولا شيء. كان هذا الشكل النهائي للتبوكي. اكلت منه شويه بس من جد طعم خرافي، بما انه امي اول مره تسوي التبوكي، بس الطعم غير. جربوه في البيت، انصحكم تجربوه. راح نحط لكم المكونات في صندوق الوصف. هنا امي قررت انها تعمل خير، توزع لكل الحاره، جابت الصحون كله عشان هذا مستحيل احنا ناكله. ذكرتيني بالهند اللي طبخ ويوزع للناس. ثلاث مقاطع مرة كثير، من جد احنا ما ناكل هذه الكمية. طبعا تعتبر هذا من اكبر الصحون بالنسبة لنا، اكبر صحن. واو يلا خلاص شكلنا بنفتح محل تبوكي ونوزع للعالم كامل، نبيع. انتوا كمان تعالوا اشتروا مطعمنا بخبخ. اوه نسيت اكل البيض. البيض كان مختفي في الموضوع، اين هو؟ لا اراه. قلت انك عاملة دايت. انا خلينا تجيني انا اقول لك تاسم. والله انا عندي دايت من بكره كل يوم. يلا نوزع للحاره كامل. انا ما اسوي دايت. دايت ما تسوي دايت. هي ما تسوي دايت. انا اسوي دواء غسيل. شو شوفوا تم الالتهام على الاكل. بقول باقي 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 بيض باقي. قلت انت باقي حاجه ما شاء الله كثير. شو ايش قالت؟ قالت انها ما بتسوي دايت بس على الاقل باقي لنا. باقي لنا لا تاكلي. انا اقول لك ما باكل الا بيض واحد. واو شايفه صح؟ واو انا اخذت لك كذا. شو انا عشان تعرفوا اني انا واو ما شاء الله. يا ما تعرف تاكل هذا الشيز موجود يعني اكثر شيء. انت ما تعرفيش تاكل كذا الاكل لازم. ما تعرفيش ما تاكل التبوكي كذا صح؟ يلا شوفوا تاسما بدون ميك اب بدون ما تقعد في البيت. يعني طبعا يجينا الحين يجينا اني وين على اكلش. انظروا كيف تاكل. لازم تعمل احسن مطعم كوري. فاذا انت مقترح تقترحوا انه تعمل احسن مطعم كوري تقولوا لنا في الكومنتات. والله من جد مبدع بالطبخ. يوجين ماذا فعلتي؟ شيرو دائما يخرب كل تصوير كوني. قولي لها هذا التبوكي ماما سوته هي الاخيره للبنت.
جبت لهم وهي قالت شكله حلو. واحدة كانت تشتري شاف انه قالت اوه شكله حلو. والايمو قالت لا خذي واحدة، قالت اوه والله شكرا، قالت شكله مرة حلو شكرا ليا وخلاص. قالت لأمي بشكي بوكيا. بشكي بوكيا ريت واه. هل البقايا من التبوكي راح ياكلوا البقية لما يجوا؟ شكله اكل منه. ايوه احد ما اكل منه، شكله احنا بيكون عشان تبوكي الحين بيحقدوا علي العائله لانه مو الكل يحبوه. رابع خلص علي. خلصي؟ حبيت شنو شنو شنو؟ 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 كنت دايما اخلص المدرسه اروح مكان معاه. زودة الملح حلو برضه؟ مش مالح؟ تخفي مشاعرها الحقيقية، تقول انه حار. على فكرة ما كان حار والله بالنسبة لي، يمكن عشان تاسمه ما تحب الحار. انظروا لعينها. المشكلة الصحن الثاني. الصحن الثاني. المشكلة اخلص المدرسة دايما كنت اكل طبق مع اخواتي صاحباتي، بس الصحن اللي كده 3000. كنت دايما اخذ اللي ما يذهب اكثر شيء، كنت ابكي منه من له. الصحن 3000؟ يلا طلبنا الله. نقوم نعمل مطعم سمتشونون يعني $3، 3000 كوري $3. المشكلة يلهب وحار مع نفس الوقت. يلهب وحار مع نفس الوقت. أولا رياكشن حق التاسم الحين جنو أوتي ما سنيا بحلي ماري ايش كيا طمو مرضو كتشي ايوه مثل التوكبوك اللي اشتروها صح حلوه مره ما شكتا التشيز مره حلو حتى شوف انا سويته تنهو تاسم ما يجامل ابدا بالاكل ايوه بالذات الاكل الكوري وصلنا لنهايه الفيديو وان شاء الله تكونوا حبيت الفيديو وحبيت التحدي وقررنا ان احنا نسوي تحديات اكثر واكثر عن طبخات كثيره واللي هي الطبخات كيمشي شيجي وبيبيمبا بيبيمبا والثالثه اللي هو هادوك هادوك بحط لكم الصور هنا. حبينا انه انا وامي نعمل سلسله في القناه سلسله خاصه اللي هي سلسله مطبخ يامي يامي اللي هي تحديات وعمل طبخات كوريه وزي كذا. فإذا حبيتوا هذا الشيء تحطوه بكومنتات صوتوا لنا على الأكلة الجاية إيش تحبوا تكون أيوة صوتوا لنا عليه. وكمان لا تنسوا تشتركوا بقناتي يامي يامي وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصلكم كل جديد وتتابعوني على الانستغرام وكمان تشتركوا بقناة تاسم وقناة العائلة وقناة نارين بحط لكم في صندوق الوصف. أحبكم مرة.